صعاب، قاعدة لحالك ليه؟ ما فيش اختي، زهقانة شوية قلت اقعد اتهوى. طب وايه اللي مضايقك؟ عايز ارجع شغلي، تعبت عاد وزهقت من القعدة بتاعت البيت دي. هو انا كنت بتعلم ده كله عشان اقعد في البيت في الاخر؟ وهي حزينة ترجع شغلك كيف واللي ببطنك ده؟ وفيها ايه يعني لما ابقى حبلة واشتغل وانا لحالي؟ ما في ستات كتير كده. انت يا مجنونة، الدكتور قال لك ما تتحركيش، عايزة تروح تشتغل ازاي يعني؟ قصدي يعني مش دلوقتي، اكمل الثلاث شهور اللي قال عليهم، خلاص فاضل يا دوبك اسبوع ولا حاجة وقفلهم وكده يبقى خلاص الحبل بتاعي ثبت واقدر اتحرك زي ما انا عايزة. وهتقولي ايه لعلاء يا ناصحة؟ هقول له زي ما بقول لك كده، عايزة ارجع شغلي. مش هيوافق، ان كان بيتضايق لما كنتي مش حبلي وبتتاخري، دلوقتي بقى ما بالك وانت حبلي هيعمل ايه يا ناصحه؟ وكمان امه قلقانه عليكي وانت هنا في بيتنا، امال ما بالك باله قال لما تسافري برا ولا تروحي شغلك؟ لا لا لا، مش هيوافقوا ولا ابوكي ولا امك. وبعدين عاد في الحكايه دي، طب اعمل ايه يعني؟ طب ساعديني، اقنعيه معاي. لا لا يا اختي، مانيش دعوه، علاء ده لما بيتعصب مش بيشوف قدامه، انا مش ناقصه يا اختي. لا وهي اختي ماشي متشكرين، هتهمليني كده الحال يعني؟ لا مش قصدي، بس مش عارفة اعمل ايه، ما هو مش هيوافق وهنعمل مشكلة وخلاص. لازم تستني شوية وتكلميه واحدة واحدة، مش زي المرة اللي فاتت وتحملوا مشاكل وتهملي البيت والكلام دي. لا حاول تقنعيه واحدة واحدة. ماشي هشوف هعمل ايه، ده ايه الحكاية دي؟ يلا بينا عاد نشوف امك بتعمل ايه. ماشي يلا بيني. خلصت يا اختي؟ ايوه خلاص اخر خلقات نشرتهم. معلش عاد تعباكي معايا، كل حاجة عليك الشهر ده، معلش استحمليني لحد ما يعدي. وهي اختي عيب عليك الكلام ده، ده احنا اخوات ما ينفعش كده، لازم نساعدوا بعضينا. ربنا يخليكي لي وما يحرمنيش منك واصل ولا منك. معرفش ليه يا اختي لما باجي عند امي بحس كده براحة، بحس بدفى. اه والله وانا كمان، كل حته في البيت ده بتفكرني بحاجات حلوه. فاكره لما كنا نلعب انا وانتي في الحته دي بالعرايس اللي امك كانت عاملاها لنا بالقماش؟ اه يا بوي كانت ايام جميله والله، وكانت دماغنا رايقه كده، وكانت اكتر حاجه تعكنني لما ما نكتبوش الواجب، واكتر حاجه تفرحني لما استاذ يغيب من المدرسه ولا ابله. انت عارفه ان العروسه اللي امك كانت مخيطها لي لسه قاعده شايلاها جوه الدولاب جوه. وانا كمان. وفاكره لما كنا بناخد الحلل والاطباق بتاعت امك ونعمل مطبخ ونعمل نفسنا عم نطبخ كده، ونلم العيال ونقعد نلعب ونعمل بيوت؟ كانت ايام جميله. ولا لما كل واحد كان يجيب حاجه من بيته ونعمله غديوه؟ ايوه صح، حد يجيب العيش وحد يجيب حته الجبنه وحد يجيب مثلا طبق فول، اي حد طبخ حاجه يجيب منها حاجه ونقعدوا كده ونعملوا غديوه، كنا بنبقوا مبسوطين قوي. وبعد كده نقزقزوا لب ونقعد نقولوا بقى حواديت ونكت وفوازير. ايوه فاكره، وكمان اللعبه بتاعت السبع طباط دي، واستغمايه ومن الغوله وكيك على العالي والواطي والقطه العاميه وكهربا شد الكبس وصياد البيض، ونقعد نقول ام من الغوله وبعدين نقعد نجري وام من الغوله دي تجري ورانا. ايوه فاكره، وكمان اللعبه بتاعت علبه الوان اللي هي كل واحد يسمي نفسه لون ده. اه والله ايام جميله، وكنا اصحاب كلنا حلوين كده مع بعض، مش عارفه ايه اللي اتغير. اتغير ان احنا كبرنا ونسينا اللعبه وكل الحاجات الحلوه دي، وبقى كل واحد فينا عنده حكايات تانيه، حكايات كبيره غير الحكايات الصغيره اللي احنا كنا نفكر فيها. فاكرة ايام العيد لما كنا نباتوا كده وبحضننا لبس العيد، ونصحوا من صباحية ربنا ناخدوا العيدية من ابويا، ونقعد نجيبوا حاجات وعرايس بقى وايه هيسة، ونروح المراجيح ونتمرجحوا. ايوه يا بنت، والمولد لما كان يجي المولد كنا نلموا بعضنا كده ونروح المولد، ونقعد نشتري الحاجات بتاعت المولد دي ونتمرجحوا ونلعبوا العاب كتيرة هناك. والله استدقي نفسي اروح المولد. حتى لو رحتيه يا اختي هنعملوا ايه؟ هنتمرجحوا ولا هنلعبوا؟ بكبرنا كده هنشتروا شوية حاجات وخلاص. ايوه صح، خلاص الايام الحلوة عدت. ايوه وكبرني، والحاجات اللي كنا بنعملها واحنا صغيرين ما نقدروش نعملوها دلوقتي، معرفش ليه يعني الفرح كده يعني مشروط على الصغير، والكبير ده مش من حقه يلعب ولا ينبسط. استدقي دلوقتي نفسي العب زي زمان. اوعي تتنططي ولا تعملي حاجة، الدكتور قال مفيش حركة، فاهمة؟ فاهمة ماشي. هي امك فين؟ بتسبح جدتي. ماشي، ريحة الوكل حلوة قوي. ايوه امال ايه، محشي الكرنب عاد. هانم انت واقفة ليه يا بنتي؟ ما تقعدي. بشوف الوكل يما. لا لا ما تشوفيش حاجة، انت حملة يا بنت تقعدي.
عشان ما تتعبيش نفسك، انت برضو لازم تكمل الشهر الثالث. يلا اقعد يا بنتي. والله وحشتوني يا بنات. وانت كمان يما. والله يما وحشتني القعده الحلوه معاكي. كبرتوا يا بنات وبقيتوا امهات. اهلي كبرتوا يا بنات وبقيتي امهات. فين هتغني لهم؟ نعيما يا جدتي يا حلوه، ايه الريحه الجميله دي، نورتي. انا منوره من غير ما تقولي، انت مالك يا بوي؟ عليك يا جدتي، حطاني في دماغك ليه؟ وانت مين عشان احطك في دماغي؟ ماشي انا مش هتحدى الثاني، عشان انا اعصابي تعبت منك ومش عارفه المره الجايه هعمل ايه، مش قادره امسك حالي اكتر من كده. تتكني انت وامك. يما يا ست الحبايب قولي لامك دي حاجه. انت عبيطه يا بنت، انتي هي بنتي هتقولي حاجه؟ انت مجنونه؟ لا لا مش قصدي. خلاص فين الوكل انت كمان؟ هنقعد اليوم كله كده؟ خلاص يما قربت اخلص. ايه يا بنت اللي انت فيه دي، برطه هتعملي حاجه في كذا ساعه؟ فين كذا ساعه ده يما، وين لحقت يعني؟ ماشي خلاص المحشي قرب يستوي والاكل كله جاهز، روحوا اقعدوا في المنظر انت وانا هجيب لكم الواك. يلا يا ملكومه منك ليه، خلينا نقعد جوا وشغلوا لنا التلفزيون المدعوق اللي جوا ده. يلا يا اختي عشان نشغل المدعوق اللي جوا. يلا وحشني واكلك والله يما. وانا كمان. والله وانتوا كمان وحشتوني. هما فين يا بنت العيال؟ قالوا عايزين ياكلوا جنب الفروجات. واه كنت جبتيهم ياكلوا هنا لحسن يرملوا اكل الفروجات ويقعدوا يتفرجوا عليهم. انا قلت اسيبهم براحتهم عاد، هيعملوا لنا دوشه، خليهم يقعدوا هناك ياكلوا. هو لسه حسن ما بيكلمش غاليه؟ ايوه يا اختي، الواد جات معاها على الاخر، عجبته الحكايه. ما انت السبب، قلت لك بلاش. البت يا عيني قاعده زعلانه وحزينه. حرام عليكي والله، هي كده مؤذيه. يا ربي عد اليومين دول على خير. وجع في بطنك وبعدين عاد. بقول لك ايه يما، هو فين ابوي؟ في الارض يا بنتي، عنده شغل هناك. والله وحشني، كان نفسي اقعد معاه. فاكره يما لما جاب لي التلفزيون ده كنت فرحانه به قد ايه؟ ايوه يا بنتي ده انت كنت فرحانه قوي، كانك ورثتي وقعدتي تتنططي وقعدتي قدامه كده مش عايزه تتحركي. انا فاكره ان ابوك جابولك قبل رمضان بيوم. اه والله يما وكانت احلى مفاجاه. طيب فاكره لما انا رحت جبت لك البابور ده؟ ايوه فاكره، وكان عجبني قوي وكنت اسوي عليه، بس القانون برضه ما قدرش استغنى عنه. والله يما كانت ايام جميله، ولما كنا نقعد كده نتفرج على التلفزيون في رمضان اول ما جبناه، وفوازير عاد وبوجي وطمطم وبكار، كان فيه برنامج كمان اسمه بدون مونتاج، وكمان الكاميرا الخفيه. ايوه عرفاهم. والله كانت ايام جميله. بلاش جميله دي، بلاش احسن تيجي على السيره. قطيعه تاخدها هي وفراوله. فراوله مين يا بنت؟ دي واحده كده انت ما تعرفهاش، بس هم عارفين انا بتكلم على مين. واحده حراميه كده، ربنا يكفينا شرها. اللهم امين. بعدين يا اختي في كتاب الذكريات اللي انت فتحتوه دي، ايه اللي فكره وفكره وفكره؟ خلاص صدعتونا. ايه هتموتي يا بعيده انت كمان، عمال تفتكرينا في ايام زمان. حرام عليك يا جدتي، انا لسه صغيره، بتفول عليا من دلوقتي ليه؟ ما كلنا هنموت يا اختي. ماشي كلنا هنموت ماشي، بس ما تبشريش في وشي كده، انا لسه ما لحقتش اعمل حاجه. ان شاء الله ما تلحقي تاكلي وانا مالي. اه يما حرام عليكي، بلاش كده، قعدت عيشتكم انتوا الاثنين، ما تخلي البنت دي تغور مصدعاني. جدتي كفايه كده وبعد عنا، انا جبت اخري. خلاص اسعاد اهدي، جدتنا برضه ست كبيره. سيبيها اما نشوف اخرتها، هتعملي ايه يعني؟ هتيجي تضربيني؟ خليها تبعد عني، خلاص مش قادر استحمل. يا مري خلاص يا بنت اهدي، خلاص عاد يما بدك ماما. انت كمان مش عارفه تربي، مش عارفه ايه الخلفه السوداء دي، خلفتك سوداء ومنيله، وايه البت المعفره اللي انت جايباها دي؟ لا كده كتير قوي، وانا مش عايزه اتهور عشان انت جدتي وكبيره. خلاص ابعدي عني عاد، انا مش بصي مش قادره امسك نفسي اكتر من كده، انت عصبتيني قوي. ما تقدريش تعملي حاجة، وريني هتعملي ايه يا بو. ما انتي دي جميلة برقبتك. جميلة وكمان بتجيبي سيرة جميلة؟ ايوه انت اللي متفقة معاها علي صح؟ عارفة يا جاز، ما انتي بالمركوب ده على دماغك. خلاص عاد يما وريني عاد هتعملي ايه، هو انت فاكرة اني صغيرة؟ يا بو يا دماغي. وانا مالي انا كمان، مش شوف امك دي ست هانم عمالة تضربنا بالمركوب كمان؟ عشان اربيكي، عشان انت مش متربية هتعلي صوتك علي انا هوريكي. ما تهدوا عاد، في ايه يا بنت؟ اقعد انت حبلة. اما تقولي لامك يا ست هانم بنتي حبلة، سيبيها في حالها، الزعل عفش عشانها، قولي اي حاجة. يما البت حبلة، سيبيها عاد. حبلة ولا مش حبلة انا مالي، هو انا دكتور؟ هي خليها تقعد ساكتة، خليها تبعد عني، انا مش طايقاها. ماشي انا ماشية ومش قاعدة عندكم. واه قعدتي ليه، مش قلتي ماشية؟ لما اكل الوكل اللي امي عاملاه دي ولا سيبهولك يا اختي؟ واه ضربه في بطنك، همك دايما على بطن
وبعدين عاد بقول لك ايه، ريح دماغك، انا مش هقوم اسيب الوكل عشان انت تفسي. يا جدتي يا جدتي، انا عملت لك ايه؟ قولي لي على حاجه عفشه انا عملتها لك. سرقتي ذهباتي وسرقتي خلقاتي يا حراميه. انا سرقت خلقاتك؟ ما خلقاتك لبساهم وذهباتك لبساهم، يبقى سرقتهم كيف؟ يا ست انت، يا ست انت حرام عليكي، هتجننيني. انت مجنونه لحالك. طب خلاص نقعد هدين شويه عشان اعصابي تعبت وعرقت، كفايه كده. ماشي يا اختي، قبري يلم العفش. العفش عاد قصدك مين بالعفش؟ وانا كلمتك ولا هي تلكيك وخلاص؟ خلاص اسكتوا عاد، نغير الموضوع. بقول لكم ايه، هو الحنه بتاعت البت سعديه امتى؟ بكره. والله يا ما فكرتيني، مفروض اودي لها الفستان. فستان ايه يا بيت؟ الفستان الاحمر بتاعي اللي كنت لابساه في الحني عشان هي عايزه تلبسه. واه، طب هي يعني ما عملتش فستان احمر ليه؟ مرات ابوها الله يجزيها قعدت تقول لها ما تفصليش فستان احمر، انا بنتي عندها فستان جميل، خساره تفصلي واحد تاني. واول ما قالت لها هاتيه عشان اقيسه، بعد ما عطلتها وكل يوم تقول لها بكره بعده بكره بعده، قالت لها اسكتي مش الفستان اتقطع. واه والله البت دي اتعذبت كتير من مرات ابوها دي. شفتي شفتي مرات الاب بتعمل ايه؟ شفتي يا ست الحاجه، ما انا شايفه مرات الاب ده من زمان. من ده مرات الاب؟ قصدك انا؟ ايوه انت يا اختي. ليه يا بنت، انا كنت بعمل لك ايه يعني؟ ده انا كنت مهنياكي ومش مخلياكي محتاجه حاجه. لا حشحوش، الهنا والدلع اللي انت كنت معيشاني فيهم ده، انت كنت مبهدلاني ومشحططاني، غسل وطبخ وترويج وزريبه عاد وحلب ونيله سودا، وتقولي لي شفت مرات الاب بتعمل ايه؟ شفت يا حبيبتي. سيبوني عليها البت دي، اعدبها وديها على حنكها دي اللي بيترش. لا يما خلاص اقعدي، ربنا يسامحها. يا بنت حملينا ربها لك بدل ما انت مش عارفه تربيه. انا متربيه على فكره. وهعاد فيه ايه، انتوا عاملين كده شبه ناجر ونجير ليه؟ وانتوا مولودين فوق راس بعض، ما تقعدوا هادين شويه، ما تتفرج على التلفزيون ده، خليها هي تتفرج البومه دي وتسكت. ماشي هتفرج. خلاص عاد يما حمليها، نفسها اديها بالقله دي على دماغها. واه ليه كده يما، حرام عليك سيبيه. خلينا نخلص منيه بلسانها الطويل دي، دي عفشة قوي ومجمله معفنه. يا ربي يا ربي ارحمني. ادخل يا اللي برا، الباب مفتوح. سلام عليكم. وعليكم السلام. يا موري جات البومه جات، وانا كنت ناقصه يا ربي. ليه كده يا ربي؟ اتنين في يوم واحد كتير علي. لا 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 كتير، ما اقدرش استحمل كده، اهج واسيب لك البلد كلها عشان تستريحي. عايزه مني ايه؟ واه هو انت كده مقابلتكم للضيوف؟ ده انا في بيتكم حتى. اتفضل يا بنتي تعالي اتغدي معانا. واه ده انا شكلي كده حماتي هتحبني. ولا والله، هو انت في حد بيطيقك عشان حماتك تحبك؟ حماتك مره واحده تحبك؟ اهدي، ده انت احلامك ورديه. ليه؟ دي حماتي حتى طيبه قوي والناس كلها يحبوها. حماتك؟ هو انت اتخطبتي؟ لا لسه بس قريب. قريب قلتيلي. اتفضلي. ربنا يخليكي، والله كان بدي اكل معاكم زي زمان بس لسه واكله احسن، عشان احنا عاملين اكل على كديني، انت كمان تقعدي تاكلي وتخلصي لنا الوكل كله. لا ما تخافيش مش هاكل. لا يا بنت تعالي، عيب بس بيها يا ملكومه انت، ايه اللي عيب ومش عيب؟ ما قالت لك طفحت في بيتهم. طيب اتفضل يا جميل اقعدي. لا انا جيت اطمن على سعاد، الاهل البلد كلهم كانوا قلقانين عليها لما اختفت. هو انت كنت فين يا سعاد؟ انا كويسه وزينه، طمنتي؟ واللي في بطني زين وبيسلم عليك. طيب كويس، مع الف بركه ان انت بخير. اطمنتي يا جميله؟ اقعدي عادي يا بنتي. ماشي هقعد في وقت تاني، لازم اروح. هو انت قاعده هنا يا سعاد ولا مروحه؟ انت مع اهلك، انت قاعده هنا ولا مش قاعده هنا؟ انت بتدخلي نفسك في حياتنا ليه؟ ما تغوري يا بنتي يا حربايه انت، يا حلاوتك يا جدتي يا حلوه انت. ماشي يا جده متشكرين، والله لو اوريك انت كمان. قولي لي يا جميله، انت شغله نفسك بيا ليه يا حبيبتي؟ ما تروحي تشغلي نفسك باي حاجه كده، روحي اغسلي مواعين امك ولا نظفي بيتكم ولا اعملي اي منظر كده، روحي سرحي شعرك ده. وماله شعر ان شاء الله، وانا فيه واحده عندها شعري؟ شوفي نفسك انت يا ام شعرك قصير. شعر القصير ده عاجب جوزي عشان عينه وجعاه، بس بكره عينه تخيف. لا حلوه وعجبتني بس مش هتنوليها يا جميله. يا ايه دي اللي مش هنقولها؟ اللي في دماغك يا حبيبتي، شرفتي. ما تبقيش تقطعي كده ايه الجوابات يعني، ابقي تعالي كل شويه. ماشي يا
يلا مع السلامة، أمك زمانها بتسأل عليكي. ماشي، أنا غلطانة إني جيت أطمن عليكي، ما تغلطيش تاني. يلا يا بنت انتي امشي، يلا هنرشوا مية. والله هتلقفوني لبعضيكم يعني؟ ماشي، هي الدنيا هتروح مننا فين؟ مستنياكي برا الدنيا، يلا روحي لها. ماشي. تستاهل. بس ايه يا جد الحلاوة اللي انت كنت فيها دي؟ ده انت استاذة. امال ايه، انا كنت استاذة وانا صغيرة. انت كنت استاذة وانت صغيرة؟ امتى دي؟ ما قلت لك وانا صغيرة، يعني انت ما كنتش جيتي، هتشوفيني كيف. ماشي ما علينا، استاذة استاذة. عايزين ناكله عاد، عشان بعد كده عايزة اودي الفستان للبت سعدية عشان تلحق تقيسه كده وتشوف لو عايزة تظبط فيه حاجة. ماشي يا بنتي، يلا بعده. متشكرين يا سعاد على الفستان الحلو ده. متشكرين على ايه يا بنتي عبيطة انت، ده انت اختي. يلا عاد ادخلي قيسيه، ويلا عشان اظبطك. ربنا يكرمك ان شاء الله وتفرحي ببناتك. ان شاء الله، عايزاكي كده تبقي عروسة جميلة. ان شاء الله، بس بلاش السيرة العفشة دي. ايوه صح بلاش. بقول لك، هو انت هتلبسي تاج ولا طرحه ولا هتحطي ايه بالظبط على شعرك كده، ولا هسيبيه؟ لا هلم كله كده لفوق واحط كده ايه توكه ورد كده وخلاص، ونزلي قصه كده عشان يبقى الشكل حلو. خلاص ماشي. طب يلا عاد بينا جوا عشان تقيس الفستان. ماشي يلا بينا. بسم الله ما شاء الله جميله. انت اللي بتجيبي سيرتها اهو، انا ماليش دعوه. ايوه صح. مبروك يا سعدي. الله يبارك فيك يا حجه. مبروك يا سعدي. الله يبارك فيكي، عقبالك. حلو الفستان اللي انت لابساه قوي، بتهيألي كده شفته على حد قبل كده. مش ده بتاع سعاد؟ سعاد؟ لا مش بتاعي يا جميلة، ريحي نفسك، هي عاملة واحد شبهه. خلاص؟ انا قلت يعني يكون معهاش فلوس تفصل الفستان فشحطته منك. لا معاها فلوس والحمد لله، ومفصلة كل حاجة. خلاص؟ انت مالك بتاع سعاد ولا بتاعها؟ انت حشرية كده ليه؟ ما تقعد يا بنت ساكتة شوية، انت كده على طول بومة. ربنا يسامحك، لولا بس ما انا عارفة ان انت بتخسري في كتير ما كنت سكت. جميلة احترمي حالك، وعيب تكلمي الحجة كده، ويا تقعد تهيصي معانا يا تسكتي خالص. يلا يا بنات زغرتوا. بالراحة يا بنات، ارقصوا بالراحة، ما تخافيش يمه. مبروك يا بنتي سعدي، ربنا يتمم لك على خير. الله يبارك فيكي، عقبال بناتك. ومتشكرين على اللي انت عملتيه مع جميل عشان خاطري، لما قالت يعني الفستان ده انا شحتها منك. واه عيب عليك يا بنت، ده احنا اخوات. والفستان ده خليه معاكي ما ترجحوش، عشان هي اكيد هتفتش في حاجتك عشان تقول لك وتثبت قدام الناس وقدام اهل جوزك ان انت كنت شحتها، فخليه معاكي. ماشي؟ والله انت طيبه قوي وبنت حلال، ربنا يكرمك يا رب. وانت كمان طيبه وجدعه. بصي انا عايزه اقول لك على حاجه. قولي قولي يا سعديه، عايزه حاجه؟ لا لا مش عايزه حاجه، انا بس في حاجه كده عايزه اقول لك عليها. طيب ماشي قولي. انا عايزاك تخلي بالك من حالك، وما تثقيش في البنت جميله دي خالص. وانا هوثق فيها ليه دي؟ او انا بطيقها اصلا؟ اصل دي لئيمه وخبيثه، ممكن تقعد تتمسكن وكده وتعمل دماغك وتخليك ايه تقعي تاني وتدخليها بيتك. اوعي. لا طبعا، هو انا عبيطه ما اتعلمتش يعني؟ ايه اللي خلاك تقولي كده؟ هقول لك. بصي اليوم اللي انت ما جيتيش فيه العفش بتاعي كانت عماله تسال عليك شبه المجنونه، وبعدين لما عرفت ان انت مش جايه اتحكننت كده، وكان فيه كوبايه شربات معلماها كبتها في الحوض. انا استغربت وبصيت على الكوبايه كده لقيتها معلماها من تحت، فعرفت ان هي كانت عايزه تحط لك حاجه. وبعدين قعدت تسال هو انت لوحدك، هو المداخل منين والمخارج منين، وقعدت تسال كده على الحاجات في البيت، بس انا برضو ما اديتهاش عقد نافع وما قلتلهاش على حاجه، توهتها يعني. وبعد كده لما انت اختفيتي افتكرت ان هي خطفتك، وانا جاي عشان اقول لاهلك لقيتها واقفه مع راجل غريب عمال ازعق له، بعدين عرفت ان هو مش عارف يخطفك او يعني ما لقاكيش عشان كده زعقت له. المهم خلي بالك، عشان كده شكلها مش ناوي يجيبها البار. واه كل ده عملته العقربه دي؟ يخرب بيت ابوها، ده شيطانه دي ولا ايه؟ له كمان قبل كده كانت عايزه تسلطني ان انا احط لك حاجه في العصير،
مش عارفه ده عمل ولا سم ولا ايه، وانا رفضت ومرضيتش، بس بعد كده انت تعبتي وقلت ايه لحسن تكون حاطه بحاجه من ورايا، خفت قوي. وعمتي قالت ان انت هتشربك ميه بمالح عشان هي عرفت، انا قلت لها وكانت خايفه عليك قوي والله، بس لما لقيتك الحمد لله ما فيش حاجه ما رضيتش تتكلم عشان ما تعملش مشاكل يعني. يا مرار الطافح، يخربت ابوك يا جميله، ده نهارك معايا مش هيعدي. لا لا انا مش عايزاكي تعملي مشكله، انا عايزاكي بس تخلي بالك من حالك وتقولي لابوها ولا امها خليهم يمنعوها شويه ويخلوها تبعد عنك، عشان كده الموضوع كبر قوي، دي البت دي بقت خطر، دي بقت تفكر تفكير مجرمين. صدقي كان معاها راجل مجرم كده، وانا مروحه بعد ما لقناك الحمد لله هددتني وقالت لي لو قلت حاجه عني هقطع خبرك وهمحيك من الدنيا خالص، وقالت للراجل عرفت شكلها؟ قال لها ايوه، وقالت له عرفت شكل سعديه ساعات كمان؟ وقال لها ايوه. يعني الراجل ده شكله كده هيراقبنا انا وانتي عشان لو في حاجه حصلت يعمل بقى زي ما هي عايزه، مش عارفه هي عايزه منه ايه. واهو هي حصلت للدرجه دي كمان؟ لا لا البنت دي ما يسكتش عليها. اقول لك الحقيقه انا ما كنتش عند مريم ولا حاجه ولا رحت الصيدليه اصلا، انا اللي حصل ان سمعت صوت كده كركبه، ببص كده لقيت واحد غريب خفت قوي وطلعت اجري، وبعدين دخلت المخزن واستخبيت كده جوه كرتوني، قلت حتى لو دخل مش هيشوفني، وبعدين لما سمعت صوتكم برا طلعت، بس ما رضيتش اقول حاجه خفت تقلقوا علي اكتر، انت عارفه ان هم قلقانين اصلا وخايفين علي، ما رضيتش ازودها. يا بوي اتريها هي اللي بعتها. يا مري يعني الراجل ده دخل جوه وكان هيخطفك؟ ايوه لولا ستر ربنا. طب الحمد لله، عشان كده بقول لك خلي بالك من حالك وما تبقيش قاعده في حته لوحدك خالص، خليكي كده متونسه باهلك. ماشي اللي ربنا كاتبه هو اللي هنشوفه، هنعمله ايه؟ ما فيش حد بيهرب من قدر. ايوه طبعا كله مكتوب عند ربنا، بس احنا برضه لازم نعمل اللي علينا ونخلو بالنا. ماشي انا مش عارفه اقول لك ايه، انا قلقانه عليكي قوي. ما تقلقيش عليا يا سعدي انا كويسه، وربنا ان شاء الله ما بيسيبش حد ولا بينصر الظالم على المظلوم، ما تخافيش ولو حصل لي حاجه يعني يبقى ربنا عايز كده، الحمد لله انا راضيه بكل حاجه. ربنا يحميكي وينصرك ويبعد عنك ولاد الحرام. اللهم امين انا وانتي، وانتي كمان خلي بالك من حالك وعايزاكي تنسي الموضوع ده وكانك ما تحددتيش فيه، وانا كمان عشان هي يعني ما تعملش فيك حاجه عفشه، دي اتجننت خالص، دي عايزه لها مستشفى مجانين تاخدها كده ويعالجوها من اللي هي فيه ده. المهم انا عايزاكي تروقي كده وتبقي هاديه عشان فرحك بكره، عايزاكي منوره. خلاص ماشي، المهم خلي بالك من حالك ومن البنات. ان شاء الله انا ماشيه، مش عايزه حاجه؟ مع الف سلامه، عايزه سلامتك يا غاليه. الله يسلمك والف مبروك تاني مره، ودي زغروته كمان ما تحرمش منك. يلا سلام. مع السلامه نورتي. ربنا يحميكي انت وبناتك واختك وعيلتك كلها، ويبعد عنكم جميله دي واي حد كده عايز يأذيكم يا رب.